رجعنا لحضراتكم مرة تانية. خليني أقول لكم عندي لقاء آخر أيضا عبر الزوم، ولكن ده إطار بقى المتابعة المستمرة لبرنامج الحياة اليوم في الحوار الوطني. ضيفي الآن مع حضراتكم هيكون شخص من إحدى اللجان الهامة، إحدى اللجان، كل اللجان في الحوار الوطني على فكرة يا جماعة مهمة جدا، ولكن الرؤية لازم نعرفها، وبداية التحضير للنقاش الذي سيتم في هذه اللجان أمر مهم جدا لنا كلنا. كل واحد فينا ليه رأي في كل لجنة، وليه طلب ينتظر أن اللجان دي تخرج بيه أو رؤية تخرج بيها. فلازم نفهم قبل ما يبدأهم إيه اللي بيجري الآن في دهاليز الحوار الوطني ومطروح أمام الجميع. ضيفي هو النائب علاء عصام، المقرر المساعد للجنة المحليات بالحوار الوطني، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عبر اللايف فيو. نائب علاء عصام، مساء الخير، ازيك يا استاذ علاء؟ يا سيادة النائب مساء الخير يا فندم. والله يا فندم مفتقدين سيادتك جدا، ويعني نفسي اشوف حضرتك. شكرا لهذا اللقاء. اشكرك، وباذن الله نراكم قريبا واحنا بنغطي الشغل. احكي لي بالنسبه لك انت وانت شاب وسياسي، اهميه لجنه المحليات في الحوار الوطني، اهميتها ايه؟ طبعا يعني في البدايه الحوار الوطني هو طريق مصر للجمهوريه الجديده، وزي ما حضرتك عارف طالما نحن نبني جمهورية جديدة فالمحليات هي عصب هذه الجمهورية. وأنا في ظني أن القوى السياسية عليها أن تتحاور من مختلف التيارات، من أقصى اليمين لأقصى اليسار، للدخول للانتخابات المحلية القادمة برؤية واسعة وشاملة للرقابة الشعبية المحلية، وأيضا للسلطة التنفيذية هتطور من أدواتها للقضاء على الفساد وتطوير المدن والمراكز والقرى. واعتقد ان دوري انا كمقرر مساعد ودور المقررين في الحوار الوطني هو ليس ابداء الراي في المحليات، ولكن الاستماع للاحزاب والخبراء والقوى السياسيه، لان هذا الحوار هو حوار وطني عام الجميع يدلو فيه بدلوه، ونصل الى حاله من نحاول ان نصل الى حاله من التوافق بنسبه قد تفوق 70 80 او 90%، ونحترم ايضا الاراء التي لم يتم التوافق عليها لكي يعرف المواطن المصري هذه الاراء. هذه حلوة حلو 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 قوي. ثانيه واحده قبل ما تخش مفتوح على الثانيه، بس قبل ما تخش على الثانيه بحته الحوار المفتوح، انا عايز اسالك سؤال. حضرتك من شباب الاحزاب، من تنسيقيه شباب الاحزاب، ولكن انت تنتمي لحزب التجمع مش كده؟ يعني أنت تنتمي إلى جزء من الكتلة اليسارية. هل يتعارض رؤيتك مع رؤية تنسيقية شباب الأحزاب، ولا أنت مبسوط أنك مقرر مساعد لهذه اللجنة الهامة؟ يعني طبعا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتتشكل من 25 حزب سياسي وعدد من الشباب السياسيين، فحزب التجمع داخل التنسيقية هو له رأيه ورؤيته التي أنا أؤمن بها، وهناك أحزاب أخرى لها آرائها ورؤيتها. فالتنسيقية ليس لها رأي واحد في المحليات، التنسيقية هي موزاييك أو مجموعة من الشباب المتنوع فكريا وأيديولوجيا يعبرون عن آرائهم. أنا سعيد بوجودي في لجنة المحليات طبعا، لأن ده حدث تاريخي، وحضرتك كنا بنشهد مؤتمرات ومنتديات الشباب، لكن لأول مرة الرئيس في خامته لأول مرة هو الذي يدعو لهذا الحوار الشامل. وخد بالك بقى يا فندم، التنسيقية هي تجربة أنا مش قادر أقول مصغرة، لكن تجربة حية شبابية أصلا هي شبيهة بالحوار الوطني، والحوار الوطني أشمل وأعم. التنسيقية هي أصلا منصة حوارية بين كافة التيارات السياسية، فنحن جاهزون للحوار الوطني. إزاي بقى يا أستاذ مصطفى؟ إحنا دلوقتي مؤمنين في التنسيقية أن الحوار هو بلا مشروطية سياسية، الجميع يدخلون الحوار ويتفقون فيما بينهم على لائحة الحوار وشكل الحوار وعلى مخرجات هذا الحوار. هذه واحدة. الأمر الثاني، الحوار بين أحزاب وقوى سياسية وليس بين حركات أو مجموعة أو محاولة للسيطرة الانتخابية. هذا حوار مفتوح، لا في مشروطية سياسية ولا في حركات، في أحزاب وقوى سياسية تتناقش فيما بينها حول الأفكار. الأمر الثالث، الحوار الوطني هيكون هناك حوار بين الأحزاب المعارضة والأحزاب الأغلبية مع الخبراء والمتخصصين والحكومة.
محاولة النقاش المفتوح العام المستمر في المجتمع المصري هو طريقنا لهذه الجمهورية الجديدة. الرئيس عبد الفتاح السيسي لما حب يعني يطلق العنان لهذه الجمهورية الجديدة يريد أن يبنيها بالجميع، وبيطلب الجميع أن يكون في ظهر الدولة المصرية، وعلينا أن نكتسب هذه الفرصة ونحافظ عليها وندافع عنها بحماس شديد، لأن مصر تعود لموقعها الريادي إقليميا وعالميا ومحليا، وهذا الأمر يستدعي أننا نكون جاهزين لهذا الحوار ولدينا من الحماس للحفاظ عليه وليس لإفشاله. هذه مهمة تاريخية وطنية سيحاسبنا هذا الشعب. أنا سعيد، أنا سعيد جدا يا سيادة النائب، أنا سعيد جدا حتى أنت صوتك، أنت بدأت تدافع عن فكرة الحوار وبدأت أن أنت توري ده، وأنا سعيد جدا بهذه الروح، لأن أنتوا كشباب فعلا في تنسيقية شباب الأحزاب، وأنا قلتها من أول يوم، قلت لكم عايزين تعملوا حوار وطني، شوفوا تنسيقية شباب الأحزاب عادة الشباب إزاي، وأنا آسف للكلمة اللي قلتها وقتها وأكررها، وشيوخ السياسة في مصر فشلوا فيما نجح فيه الشباب، ده قولا واحدا، ولكن حلوة الروح اللي أنت بتدافع. أنتم أساتذتنا يا فندم، أنتم أساتذتنا. يا ربنا يخليك، الروح اللي أنت بتدافع فيها جميلة جدا. خلينا ننتقل بيك إلى سؤال وهو رؤية مصر 2030، يدخل الدكتور حسام بدراوي وهو الذي سيتقدم كمستشار للحوار الوطني برؤية مصر 2030. هل أنتم شايفين أن هذه الرؤية يجب أن تكون محط أنظار في كل اللجان؟ إحنا رايحين في الاتجاه ده، يلا يا جماعة نفكر نروح إزاي إلى هذا الاتجاه أو إلى هذه الأهداف من خلال هذه اللجنة؟ الحقيقة سؤال حضرتك يعني مهم جدا جدا. ليه بقى؟ لأن في علم السياسة الحديث من حوالي 20 ل 30 سنة الأمم تنهض بالخطط الاستراتيجية. حتى حضرتك لو تلاحظ أن كل الدول في العالم اللي تقدمت وتتقدم ما بعد الحرب العالمية الثانية بعد مشروع مارشال كلهم وضعوا استراتيجيات طويلة المدى. يعني قصة ان يبقى عندنا استراتيجية لبناء الدولة المصرية ده كنا بننادي بيه حتى حضرتك نفسك كوفديين او كسياسيين من مختلف التيارات، كنا بنقول يلا يا جماعة نحط خطة استراتيجية للتنمية الشاملة 2030 و2050. انا في ظني ان الحوار الوطني وبناء الجمهورية الجديدة لابد ان يضع له خطة طويلة المدى، ها، وان للجان الحوار الوطني الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكل اللجان يكون هدفهم أن يحققوا هذه المخرجات التي نتوافق عليها في خطة 2030 و2050. ودي فرصة سانحة لكل من عنده وجهة نظر محددة بخصوص هذه الخطة التي أعلنت من قبل من الدولة، كيف نساهم جميعا في تحديث هذه الخطة. وعلى فكرة وزارة التخطيط كمان كانت واخدة تكليف بتحديث هذه الخطة، حالة التحديث ستكلل بالحوار الوطني. واعتقد ان سؤال حضرتك مهم للغاية في هذا الصدد، نحن شركاء في خطة 2030 وايضا خطة 2050 للنهوض بالدولة المصرية الحداثية التنويرية والجمهورية الجديدة. ده شيء جميل سيادة النائب. خليني اسألك ايضا رأيك ايه في الاعضاء يعني انا اللي شايفه ان انتوا هتكونوا امام اتجاهات واراء مختلفة كتير، يعني المقدم من الاحزاب، المقدم من الشخصيات العامة، وايضا الاختيارات السياسية واختيارات المستشارين والاساتذة. انتوا تقريبا في جمع لكل العقليات المصرية باتجاهات مختلفة من الافكار، هتعرفوا تحصروها وهتعرفوا تختاروا ما بينها؟ يعني هقول لحضرتك السؤال اهميته بتكمن ان احنا في ظرف تاريخي عالمي صعب للغاية، وفي ظني ان هذه الاوقات الصعبة عالميا ومحليا تحتاج الى ان كل التيارات سواء كانت معارضة او من الاغلبية ان تتحد على هدف واحد وهو مصر. هذا الاتحاد مش بالكلام يا استاذ مصطفى، ده مش يا استاذ محمد، مش بالكلام، ده اتحاد بالعمل والحوار. رقم واحد نقدر نعمل دوت لو كلنا سمعنا اكتر ما اتكلمنا، سمعنا كويس بانصات لمن يتحدث واعطينا الفرصه للجميع بالتحدث. الامر الثاني لو كلنا امنا ان الزعامه الشخصيه والزعامات اللي احنا بنحاول نصدرها للناس تهدى بقى شويه بالبلدي كده، ويبقى في المصلحه الوطنيه الجامعه، مصلحة مصر اللي هي فوق أي حزب وفوق أي شخص. رقم ثلاثة أن هذا الحوار لابد أن يكون هدفه شامل،
ما يكونش بالقطعة، ما يجيش طيار يكلمني عن الحقوق السياسية بس، كلمني عن رؤيتك في الاقتصاد وفي السياسة وفي علم الاجتماع وفي تقدم المجتمع على المستوى الفكري والثقافي. الحوار لابد أن يكون شامل، والرؤية لابد أن تكون شاملة، وأن يدلو كل شخص في تخصصه. ما ينفعش إن أنا عشان سياسي أتكلم في كل الموضوعات أشكرك يا سيادة النائب وأتحدى الجميع وكأني أنا يا سيادة النائب والله العظيم بص أنت تستاهل جايزة على الكلمة اللي أنت قلتها دي. هو أنا أصل إحنا في عندنا ناس وكأنهم عندهم دكتوراهات في كل علوم الحياة والدنيا، يريد أن يتدخل في كل شيء رغم أنه هو متخصص في حاجة واحدة بس. أشكرك إن أنت مسكت في منطقة كل واحد يتكلم في اللي يفهم فيه، ودي مهمة. والنبي بص أنا هكلمك، أنت أخ أصغر ليا، والنبي علاء كررها تاني، علاء على أهلهم على الحيطة يا سيادة النائب لكل السياسيين. أنا بتكلمش على الحوار الوطني ولكن في مصر كلها. شكرا جزيلا النائب علاء عصام المقرر المساعد للجنة المحليات في الحوار الوطني وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. تاخدين بالكم هذا الرجل على فكرة ده تربية حزب التجمع ومثقف جدا وله رؤية، ولكن هو بيقول الرسالة اللي أنا كلنا نفسنا نقولها. هو جابها لكم بالبلدي كده. هو ليه كل الناس بتتكلم في كل حاجة؟ بالتأكيد احنا مش فاهمين في كل حاجة. أرجوك عندما تتحدث تحدث في اللي انت بتفهم فيه عشان احنا كمان نستفيد منه. بشكر حضراتكم على المتابعة ونشوفكم بكرة على خير بإذن الله. الحياة اليوم.